التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بالسفير الألماني في القاهرة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط فرانك بوتسل. واستعرض شوشة خلال اللقاء الدور الكبير الذي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما ثمن موقف الحكومة الألمانية الذي طاله تغيير ملموس تمثل في أصول المبعوث الخاص للحكومة الألمانية إلى شمال سيناء وتقديم مساعدات إلى قطاع غزة.